المهرجان ديال صيف مهرجان العرائش، تفاعل ديال الجمهور، الاغنيه الامازيغيه والاشعه ديالها على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي. بالنسبه للحضور ديال الحمد لله اليوم في هذا المهرجان ديال مدينه العرائش مش اول مره هذه جيت ليها، الحمد لله الناس اليوم طيبين، وجيت في عدة الحفلات بالنسبه لي في العرائش وبالنسبه للمهرجان والشمال كيحبوا الامازيغي، خدمت معاهم يعني في سنين باش ندير هاد المشاريع الفخار، وكما كنشوفهم انا في توك السنين الحمد لله جمهور ديال الشمال كنشوف الحمد لله كيحب اللغه الامازيغيه، كيحب الفن الامازيغي بالايقاع ديالو بالاغاني، مساجمين معايا اليوم وبالخصوص تسناو المساكن واخا تعطلت عليهم تسناو، الحمد لله هادشي كيفرح بالنسبه لنا. لاله فاطمه كتعتبر انتي من الايقونه ديال الفنانات الامازيغيات اللي كيروجوا الاغنيه الامازيغيه، كنشوف واش كاين دابا حاليا شباب في الجيل اللي صاعد، واش كاين ترويج ديالها، كاين التداول ديالها ولا لا؟ بالنسبه للاغنيه الامازيغيه بالنسبه للفنان الكلام مابقاش شي حاجه، مابقاش الاجتهاد، يعني كاينين بزاف ديال الفنانين دابا كيتعمدوا على استوديو، يعني كاين اللي كيصاوب الاصوات، كاين اللي كيدير الصوت ديال فنان اخر ولا فنانه اخرى، الاخرى كدير الصوره ديالها. حنا في البدايه ديالنا في 85 86 مكانش عندنا ما كانش تغير في الصوت في الاستوديو، يعني كيما الصوت هو كنا كنغنيو بدون ماتريال، بدون ميكروفونات، بدون عدة الحفلات في المهرجانات ما كانوش كانوا ديك الساعة حفل عيد العرش فاش كنا كنخدمو، وكانت ديك الساعة الحفاظة خصك تحفظ الأغاني ماشي غير تجي وتغني، دابا كيدخل كلمة بكلمة عاد كيدخل الموسيقى، داكشي ما كانش عندنا تعلمنا، ودابا قليل داكشي قليل اللي كيعتمد على نفسو، كان دابا بزاف معتمدين غير على الاستوديو، وداكشي ما كيفرحش بالنسبة لنا، خاص يعتمد على راسو ويعتمد على الصوت. لالا فاطمة اليوم الجمهور ديال عرائش تفاعل معاك، شنو هو الرسالة اللي كتبغي توجهها للجمهور ديال عرائش اللي تفاعل معاك في الأغنية الأمازيغية والجمهور على المستوى الوطني؟ كنشكرهم بزاف على هاد التفاعل وعلى هاد الانسجام وعلى هاد الصهير وعلى هاد الوقف، صعيب الإنسان يوقف أكثر من 3 سوايع، ماشي غير لي أنا، الفنانة كلهم كنشكرهم بزاف، وكنشكر الناس اللي جاو مني من الخارج حتى هما جاو كان الحضور ديالهم هنا، كنشكر جميع المغاربه داخل المغرب وخارج المغرب، كاع المغاربه ديالنا اللي كيفرحوا بالميلا مشينا عندهم الخارج وفي داخل المغرب، كنشكرهم بزاف وكنطلب لهم السلامه يا رب والعطله سعيده للجميع. نعم، بالنسبه للاداء اللي شفنا شفنا تنويع في الالوان الموسيقيه بالاضافه الى الفن الامازيغي، لاحظنا كاين تنويع في الموسيقى الشعبيه، يعني وهاد الصحراء اللي كتعرف كتحتاج الجمهور الالوان الموسيقيه تنوع، عندكم واحد الخدمه جديده لاحظت ناحيه التنويع والاداء الموسيقي؟ لابد ما يكون علاش هو سميتو فن، يعني الفن لابد ما يتنوع فيه في جميع المجال، في جميع الموسيقى، في جميع الالحان وجميع الاغاني، لابد ما تكون تنويع، كان تنويع حتى في الالات وكان تنويع بزاف، خصنا ندخلو في جميع. نعم، وبالنسبه للاداء ديال الفرقه الموسيقيه حتى هو كان متميز، لاحظنا كاين واش كاين عندك شي عيد داخل الفرقه يعني بالنسبه